بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج يسألونك مع فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مالا. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لكم، بارك الله فيكم أستاذي. وهذه الحلقة إن شاء الله مع فقه العبادات، والسؤال الأول فيها ليلى المريني تقول: ما هو السن المعتبر شرعا في الأضاحي؟ وما هي العيوب التي ينبغي تجنبها أثناء شراء الأضحية؟ وماذا لو لم ننتبه إلى العيب حتى جئنا بالخروف إلى المنزل أو طرأ عليه العيب؟ يعني مجموعة في الحقيقة من الأسئلة في سؤال واحد. شكرا لهذه السائلة على هذا السؤال الوجيه جدا حول هذه الشعيرة التي يفرح المسلمون بها عامة في جميع أنحاء الدنيا. نعم. فالسن المعتبر عند المالكية هو من 8 أشهر، قيل من 6 أيضا تخفيفا على الناس إذا كان فيه ما يجزئ، ولكن إذا كان هدي الغنم كل حاجة عند السن ديالها، هي سائرة الأضاحي، يعني ماشي غير هذا النوع المرغوب فيه واللي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الكل. والغنم هي أنعام البركة المبارك الموجود دائما وأبدا، والبركة فيه لا ينقرض. نعم. هذا يعني 8 شهور كافي، 7 شهور كافي، ولكن يكون كافي يعني راه سمين العين ترتاح لي. فما فوق اللهم زيد وبارك، لكن يبدا من هنا. نعم. السن يبدا من هنا، يعني 7 شهور او 6 شهور استاذ اقل. ايه، من 8 راه كافي جدا. ولكن حتى اذا كان سمين ومزيان حتى ولد 6 رامي العلماء من أجازه. نعم. 7 8 9 10 كبر من هذا السن إلا ذاك الهزيل، واخا يكون كبير بزاف لا. نعم، هذيك ربما غيجي في العيوب. أيه، غيبان في العيوب. ياكس. هنا السن إذا هذه في الأضاحي النوع اللي هو الغنم، في الغنم. أيه، صنف المعز ما استوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا، دوز سنة وبدأ في الثانية. نعم. في البقر وما كان ثانيا كذلك. ما معنى ثانيا؟ يكون ثانيا ل3 سنوات أو ل4. أودينا البقرة أستاذ شحال، واش يكون كمل 2 عامين ودخل في 3؟ ولا كمل 3 ودخل في 4؟ لا، سنوات، لان وكسر هاد الثانيات اللي لتحت. هذوك تيعرفوا الفلاحة، يكون 2 الناس كيعرفوا، الثاني هو ذاك اللي كاسر بدل جوج سنان من التحت. ايه، لان الانعام اللي كتجتر كلها عندها قاطع واحد من اسفل مع السنان الفوق، كاع اللي كتجتر الابل الغنم المعز هادو كلهم سيدي عندهم من تحت سنان فقط، ما عندهمش من الفوق. ولهذا الثاني في البقر هو الذي استبدل سنين الإبيل كذلك، يعني سنين بالسنوات. أستاذ، يعني هذه معطيات نحاول نجمع، واش كمل 2 ودخل في 3؟ وصل 3. المعز يكون كمل 1 ودخل، سواء كسر 2 او باقي كما هو، كمل 1 ويدخل في الثاني صافي. الغنم كذلك ما تعتبرش ثاني، ولكن يكون فايت
من ستور فما فوق نعم. يمشي خمسة لا هنا وباقي ما كافيش ولكن إلى توجد ولد 98 فبيا ونعمل نعم. الماعز ولد سنة تانية البقر اثني والإبيل الإبيل اللي بقالينا نعم الإبيل اللي بقالينا الإبيل تو فيه الثاني كيكون خرج من 4 سنين ودخل في الخامسة 4 سنين كملها أي ودخل في الخامسة بارك الله فيكم إذا لأن المطلوب والمرغوب واللي هو في المتناول هو الغنم خصنا نركزوا على الغنم رفقا بالمساكين رفقا بالمساكين أما الإبيل فما كتكون في الأضاحي إلا في الأماكن اللي هما كيكسبوا هذا نعم. النوع من الإبيل نعم. وعندهم الفائض أما باش يمشي واحد يشري مثلا من الإبيل باش يضحي إلا كان عنده اللهم يسير نعم. ما حسدنا اللهم زيد وبارك أمين رب ولكن إحنا اللي كيسولوا عليه بزاف هو الغنم واللي النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الأضحية به هو الغنم واختار كبشين أقرانين في هذيك الوقت لأن هذا النوع كان مرغوب به وكان موجود وما كانش عليه هذا الطلب الكثير لأنه كانت بقى الأضحية ما شاعتش نعم. الآن صارت شعيرة كل المسلمين عارفينها نعم. كل ما من مسلم مسلم إلا كيعلم قصتها ومآلها ومنين جات سبابها أشوقع إبراهيم أشوقع إسماعيل جات الشريعة الإسلامية وعودت باش تخلد هذا الذكرى نعم كتخلدها بهذا الشعيرة وهذا القربان اللي كل مسلم كيتمنى باش يقرب هذا القربان ويتقبلوا منه سيدي ربي الله يتقبل منا جميعا يا رب إذا هذا سؤال هو راه سؤال قائم ذاته شوفوا نعم. سؤال آخر حتى هو قائم ذاته نعم. ما هي العيوب التي ينبغي تجنبها أثناء شراء الأضحية شكرا أيضا العيوب التي لا تجزئ معها المريضة البين مرضها يعني راها تحت حمسالية نعم هذه ما كان علاش غادي نخسروا فيها الفلوس وما كاين علاش غادي نخسروا معاها المودية وما كاين علاش غادي نخسروا معاها الفرحة نعم. يكفيها اللي فيها نعم هي لأنها ما غادي تزيد على حاجة نعم لا هي تزاد في الصدقة ولا هي تزاد في الأكل نعم ها إذا هذه المريضة البين مرضها أي البين مرضها أما إذا كانت مرضت شي مرض خفيف غير من التعب وهذا وهذا سيأتي إن شاء الله كذلك العوراء ألك العوراء البين عورها اللي عمي عينها أما لكانت عمية منهم بجوجات لا تزئ لأن الأضحية يجب أن تكون كاملة مكمولة سالمة من العيوب والعوار واحد منها والعجفاء يعني هي ديك الهزيلة هي ما مريضاش ولكن ما تلاش بانت عليها الماكلة هنا هذه ما بقى فيها لا شحم لا لحم لا مخ في العظم نعم هذه الهزيلة أي العجفاء لأن العجاف لماذا سميت السنوات العجاف بالعجاف لأن ما فيها لا ربيع لا زرع لا ماء إذا العجفاء هي هذه اللي يابسة جافة جافة من الحم ومن الشحم ومن نعم. المخ في العظم نعم وسلم زيان كذلك العرجاء البين عرجها ما كتقدش تمشي تسرح أما لكانت غير تكرع واحد شوية فيها عرج خفيف هذه تزي مقطوعة الرجل إلا إلا كانت رجلها مقطوعة ولكن كتمشي وتا كتعرج هي راه كتمشي ترعى وإنما كتمشي مرعى عندها قدرة كتساير خواتاتها هذا عيب خفيف هذا عيب خفيف إن
اضطر الإنسان إليه. أي اضطر إليه. أي نعم. لاش باش حتى لا وقع وجاء شرا ولقاها هك. نعم. علاش هو شراها واقفة ومساكن ماشي كيشدوا البيمة وقولوا اطلقها نشوف. نعم. هنا كاين حتى هذه. ولكن أستاذ السؤال راه وماذا لو لم ننتبه إلى العيب حتى جئنا بالخروف إلى المنزل؟ أي حتى العيب قشناه فيه. خاصو يقولوا اطلق سيدي نشوف. لأنها بعد غدا تمشي راه فيها في هذيك الطلقة اللي غادي يطلقها تمشي غادي يشوف واش هي كتمشي ويلا دارت الدور ولا غادا تمشي نيشان راه فيها عيب كيتسمى السهو ديال الغنم كتعود ساهية ما كتعرفش فين غادا أو يكون بها عرج وما كنديروش هذه العمليه استاذ هنا في الاسواق راه كتمشي كتلقاه واقف مشدود وكتشري وكتجي ياك كل علمين يسال عنه اهله نعم استاذ علاش هو كيشدوا البهيمه ويشدها من حلقها هذا فيه اشياء نخليوها نعم نخليوها استاذ نخليوها اذا هذه العيوب باقي شي عيب اخر استاذ هذه من العيوب اربعه العيوب اللي ذكرت ايه هادو هما العيوب اللي هي قاصحه كاين عيوب مثلا مشروق ودنها مخرومه ولكن مدليه هذه لا ولكن الا كانت ناقص منها اقل من تولود تزي هذا ليس بعيب كذلك كاين مرة كيلقاو شي لحم زايد هنا هذيك تسمى في اللغة بالزنمة هاد الزنمة ليست عيبا وين علاش حيت هي ما من اللحم ما هي من جلد نعم ما هي لا من اللحم ولا من جلد وفيها كلمة واحدة في القرآن جاءت في واحد الوصف جاء هو التاسع بعد ذلك زنيمين قال هذاك السيد راه ما هوش من هذه العائله راه من جهه اخرى قام حطوط عليهم ما عرفهاش ومشى سول له قال لي واش ناي زنيم قال لي هو البعيد من الناس والمنتسب اليهم بحال هذيك اللي في عنق يعني ما هي والغنم نعم. كيكون في هذا الصنف ولكن ليس عيبا اصلا والقرن استاذ نعم القرن لينا باش نزيدوا عطيني اسئله اخرى ان شاء الله يجزيكم بخير بالنسبه للقرن ديالي اذا كان اي جاي لي الا كان مكسور ودايز بالدم لا الا كان مكسور وباري نعم القرن يدمي لا ولكن اذا برئ ولم يسل منه دم فانه يجزي ان شاء الله اذا هذه العيوب أيه. الانسان لما يبغي يشري يرد البلد هذه العيوب اللي لا تزي نعم استاذ نعم وذكرتوا على انه هذا العيب اذا مثلا شي عيب بحال اللي ذكرتوا مثلا كان شي عرج خفيف اي وشراها الانسان وما انتبهش حتى جابها للدار شنو هذه تزي استاذ تزي لانه اذا كان عرجها خفيفا اذا كان خفيفا اي اما لكانت ما كتزيدش الا لا تزي بقات واحد القضيه واحد الجزئيه لنفس هذه الحقيقه السؤال راه جاوبنا فيه واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاسئله استاذي مرحبا او طرأ عليها العيب جبناها للدار بخير وعلى خير طاح ليها مثلا تهرس ليها القرن مثلا او تعورت بقات كتشوف او طاحت وتهرست ولا تعرجها اذاك العرج الا كان خفيف عكس القرن والعين الا عوارت عندهم صارت عيبة لا تزي كذلك إذا كسر القرن وصار يسيل بالدم مثلا تلاح لأنه ما غادي هذا حتى غادي تقسم نعم الدم خرج من ذاك اللي تحته لأن القرن هو في جوج ما فيش غير واحد نعم في الخارجي كغطاء وفيه الداخلي يجري فيه الدم إذا وصل الكسر إلى الداخل الإنسان يكون
عنده هذه غادي يقول القرن ما فيش دم، هذا هو اللي ذاك اللي ما خابرش المساله كيقول القرن خاوي. ايوه خاوي هكاك، لا راه كان فيه شيء هو اللي معمرو وهو كان غطاء ديالو، اذا كسر الغطاء ووصل الكسر الى الكائن الحي الذي يجري فيه الدم لتستمر فيه الحياه ويستمر فيه زياده وسال منه الدم فهذا لا يجزي ايضا. نعم استاذ بارك الله فيكم، في الحقيقه هي مجموعه من الامور اختصرتها لنا الله يجزيكم بخير وانتفعنا كاملين. ننتقل لسؤال اخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم. احنا كنسكنوا في بلاد الغربه في اوروبا وعندي ولادي ما كيعيدوش لا ذبحوا العيد ما كياكلوش اللحم ديالو ما كيبغيوش ياكلوه، واليوم نواو عادوا يصيفطوه للمساكين في المغرب، وملي فات الحال لقينا شي كيذبح وشي كيكسب في هذوك العياد، واليوم بغيت نعرف واش هذوك العياد ملي اللي ما ذبحوش واش يدوز ولا ما يدوز. والسلام عليكم. مرحبا لاله، مرحبا وتسمعي الجواب. السيده الاستاذ كتقول على ان اولادها هما كيعيشوا خارج المغرب، ما كياكلوش اللحم ما كيذبحوش وكيصيفطوا كيشريوا واحد ديك الاضحيه لشي ناس في البلاد هنا في المغرب، وهذوك ملي بحثوا لقوا بعضهم كيذبح وبعضهم كيشد هذيك ديك الاضحيه اللي شراوها ليه وتيكسبها. فهي السائله كتسول ولادها واش عندهم الاجر ديال هذه الاضحيه اللي رسلوها وما ذبحوهاش مواليها ولا لا؟ شكرا لهذه السائله على هذا السؤال. اللهم بارك في الجميع. امين يا رب العالمين. فالانسان كل حاجة تصدق بها وخرجها من ملكه راه صارت ملك للمتصدق عليه. هذاك عنده أجر ما نواه، ذاك اللي أعطى، نعم اللي أرسل الفلوس له أجر الأضحية. فعل المتصدق عليه أم لم يفعل؟ علاش؟ المتصدق له الأجر والمتصدق عليه ذاك اللي صيفطوا لي الفلوس وكان في حاجة ليهم مسكين من اللي جاب الله هاد الفليسات عدو ما يدير بهم أو عنده أضحية أخرى وديك اللي جاب الله كسبها. نعم ما كاين علاش غادي يبدر التبدير منه عليه، لكن ذاك اللي تصدق بها الله يقبل منه وكتب له اجر اضحيه. ولكن استاذ اللي شريها ليه ماشي صيفطوا الفلوس، دابا ربما السائله كتقول انهم كيشريوا ليهم الاضاحي، مثلا ولده شرى خالو ولا عمو ولا شي واحد في البلاد شرى له اضحيه صيفط كلف شي واحد خذا ليه خروف قال له هذه باش تعيد بها. اييه شدها هو ما عيدش بها وكسبها مع البهايم ديالو. صارت ملك من ملكه. ملك ديالو. هذاك له أجر صدقة. شوف واحد الراجل غادي نقولوا هذه القصة بالدارجة هذا حديث، راجل خرج صدقة حط عند واحد سيد قال لي تنجي باش نعطيها لموليها، ولده حضر ملي مشاو للدار رجع عند سيد قال لي راه قال لك الوليد صيفط لي هذيك الفلوس أو ملي جا السيد لقى ذاك الامين اعطى الامانه قال لي لمن عطيتها؟ قال لي عطيتها لولدك. مشى هذا البو عاد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جيب ولدك. ملي جاب ولده جلسوا بجوج قدام سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت اش كنتي قصدتي بهذه الفلوس بهذا الدنانير؟ قال له صدقه. قالوا لك ما نويت. الولد قالوا ولك ما أخذت. النص ها هو الآن. وعن أبي يزيد معني ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه قال كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فأتيت فأخذتها فشكاني إلى رسول الله. فلما جئنا عنده قال له
لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو. نعم هذا الدليل بالدار يجاوب صافي كما هو في الدليل. علاش حنا قلنا ندرجوه؟ نعم باش نفهموا كاملين أستاذ. لأن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله مدى التقوى منكم. نعم شوف النص. نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشرهم. اذا استاذ غير واش اجر ديال الصدقه ولا اجر ديال الاضحيه لان باش هما يتاكدوا اجر الاضحيه ايه هو نعم. هكذا تصدق بثمن اضحيه. نعم مزيان ثمن الاضحيه اما الله قال لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالصدقة بقدر النية أو بحسب النية ماذا نوى بهذه الدراهم. نعم. نوى بها صدقة الأضحية أو إحياء الشعيرة ولكن في البلد الذي هو موجود فيه لم يلقى أين يحييها فأرسلها إلى بلد آخر يحيونها وكلفهم إن كلفهم وقال لهم افعلوا لي هذا لي أي لي افعلوا لي أنا أي ديك ساعات غادين يكونوا مشروكين في الأجر فيتينوا في اللحم. نعم أستاذ فيتينوا في اللحم. نعم أستاذ بارك الله فيكم. انتقلوا لسؤال آخر. الحاجة زكية من مدينة تطوان تقول عندي قدر من مال الزكاة لم أخرجه بعد، هل يصح لي أن أشتري به خروفا لأخي الفقير كي يضحي به؟ شكرا لهذه السائلة على هذا السؤال الوجيه جدا. فما دامت عندها دين من الزكاة والزكاة هي غدا تدفع عليه نقود ما تشريش لي بها العيد. أما تريش به لا لأن الزكاة فرض والعيد سنة وهذاك غير قادر إلا بغات تشري لي العيد غتشري لي من عندها. أما هذاك مال ديال الفقراء يا إما تعطيه لي على أنه فقير أما باش غادي تأدي الزكاة في خروف ديال العيد لا تعطيه لي من باب الفقر صدقة وصيلة. ولكن إلى قالت أنا غادي ندير به صدقة على خويا العيد راه لا زالت الزكاة في رقبتها لأنها فرض. ولكن كثير من الناس كيديروا هذه القضية هذه كيكون عنده مثلا واحد جوج المليون ثلاثة أربعة اللي كتب الله ديال الزكاة لما كيجي الوقيته ديال العيد الأضحى كيشوف واحد مجموعه الناس اللي هما ما عندهمش باش يشريوها فقراء محتاجين وكيدي لهذا خروف وهذا خروف وهذا خروف وكيعيدوا وكيعتبر انه خرج الزكاه. اي ولكن هي من الباب الانساني يعطيها نقود راه ها هما عندهم شرى لهم خروف وفين الزيت وفين السكر راه كاينه ضروريات خاص الاحسن هي يعطيها نقود. اذا كاين الجواز غير هو الافضل الافضل نقود الافضل نقود باش تهنى النفس باش هو يكون ماشي دار هاد الزكاه هكا قضى بها واحد السنه على المستطيع ولكن السكر والزيت على الفقير الزيت والطحين على الفقير والبوطة الصغيرة والكبيرة على الفقير اكيد خصنا نمشيو. علاش ربي فرض زكاة راه فرضها للضروريات ماشي الكماليات خصنا نشوفوا واحد المنظور كبير. علاش هاد الزكاة ملي كنعطيوها نقد راه كنحلوا شي اشياء غايبة. نعم غايبة الفقير لم يبديها ما قدش يقولها
ما عنده لمن يقولها، ولكن من اللي تعود في يده فلوس كيتبان ليه الخصاص اللي هو عنده، كيبان ليه الخصاص اللي هو عنده في محله اللي هو في حاجة إليه، وليداته في حاجة للدقيق، للزيت، للسكر، للشاي، وغادي يشري على قده باش يسكت ولاده. نعطيوها اليوم نقدا، هذا أحسن. هنا وتحت القضية أستاذ، مثلا احنا مثلا كنجتهدوا، كنقول مثلا نمشي نشري له خروف مثلا ب 2500 درهم ولا ب 2000 درهم ولا ب 3000 درهم، وهو ربما لو عطينا هذيك 3000 درهم ولا 2000 درهم غادي يشريه بقل ويشيط شي بركة. أيس، وهو كما ذكرت أستاذ الزيت والدقيق والبخرات يعني بزاف ديال الأمور، غادي يدخل نعم. واحد الإحسان خر هو، لأنه غادي يتصرف. ولكن إلا حنا تصرفنا في مسألة واحدة، كان هذا السيد متطوع بهاد الأغنام وزعها لوجه الله، هذا عام آخر يعطي ويزيد. نعم، يعطي ويزيد، ولكن باش يخرجها في الزكاة راه غادي يضيع الفقير اللي ما معروفش. نعم، ذاك اللي ذكروا القرآن، شوف سيدي كما يعلم الجميع ويحفظ الجميع في سورة البقرة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. شوف نعم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم صانوا ماء وجوههم عن المسألة وجلسوا وما أبدوا فقرهم لأحد، فالله أخبر عنهم وقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فإن أراد إدخال السرور على الفقراء بما تطوع به من الخلاف فليفعل، والله لا يضيع أجر من أحسن. الله يتقبل من الجميع، بارك الله فيكم أستاذي. آخر سؤال في هذه الحلقة، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم، الاسم ديالي بشرى من بلجيكا. عندي واحد السؤال كيخص عيد الأضحى. أنا ما تنعيتش هنا في بلجيكا لحقاش مع الظروف ما كتسمحش، ما عنديش فين ندبح ورجلي ما كيدبحش وعندي الجيران ما نقدرش ندبح قدامهم، تنخاف يكون عندي شي مشكل مع الدولة. واش كندير كل عام تنصيفط غير الفلوس لشي واحد في المغرب هكا اللي ما عندوش، تنقسمهم هكا على زوج الناس هكا، تنعاونهم في شي حاجة وصافي، وكنويها باللي راه خرجت الفلوس ديال العيد. واش هذا جائز ولا ماشي جائز؟ واش ممكن نعطي الوالدة الفلوس ديال العيد هي تشري بهم، واخا زعما الوالدة عندها الإمكانيات باش تعيد حتى هي، ولكن إلا بغيت نشري لها العيد وتعيد به وتنويها عليا وعليها. على هذا هو السؤال اللي عندي، كنتمنى إن شاء الله نلقى الجواب. شكرا. مرحبا سيداتي، وتسمعي الجواب. هذا السؤال يطرح كثير أستاذي من طرف مغاربة المهجر، إن كتكون ظروف ما كتسمحش لهم باش أنهم يعيدوا، فكيبقى أنهم يتصدقوا كيسولوا أنهم يصيفطوا ديك البركة ديال الأضحية. قرر باش مثلا على سبيل المثال غادي يدير أضحية ب 3000 درهم، غادي يشدها ويصيفطها هنايا للمغرب. هي قالت جوج الحالات، يا إما تشريها لشي واحد بشكل هكا تعطيه يشريها الواحد، او تقسمها ما بين جوج الناس مثلا 30 30، يعني 1500 1500. وكذلك مساله اخرى ذكرتها، وهي واش تشري هذيك الاضحيه للام ديالها وتشارك، يعني تشارك فيها يشاركوا بجوج بهم في ديك الاضحيه. هاد السيده ما كتلقاش فين تعيد، وقالت كتقسم هاد الثمن اما على اسرتين او على اسره واحده، او كتصيفط الفلوس لامها باش تعيد لها. إيه، ماشي صدقة على أمها. هنا قد أمها ألا ما صدقة على الوالدين، هذا مفروغ منه أصلاً. أصلاً أمها ما محتاجش، لا ما محتاجش، ولا يتصدق على الأم، لا يتصدق على الأصول. فهنا إلى رحمة هذه الأسرتين ودخلت عليهم سرور وصيفطت لهم فلوس، غدت تقدر ثمن واحد الأضحية بحسب الطاقة ديالها هي، وتقسمها على جوج
وترحم أسرتين دخل عليهم سرور، راها لها أجر نفقة، لأن العيد راها الناس يالله كيذبحوا وكيصدقوه كما قال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة. أرجع في العشية قال لها ما فعلت بأضحيتك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تصدقت بها كلها لم يبقى منها إلا كاتب. قال بقيت كلها إلا كاتبها. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن لها الأجر أستاذ ديال الأضحية. نعم. وخا تفرق على جوج. أي. هاد الصورة الأخرى الأخيرة اللي ذكرتها أنها تصيفطها لأمها. لا. أمها تصيفط لها من مالها الخاص. أمها أو تقول لها وزعيها. إلا كانت أمها ميسورة الحال. يعني هي قالتها هي ما محتاجاش. ما محتاجاش. إيوا بغات تصيفط لها تطوع. ولكن باش تعيد لها الا هي راها الوالده ديالها ملي تذبح راه كتنوي عليها وعلى كل من كان تحت نفقتها او من هي ماشي تحت نفقتها طبعا. نعم. هي اللي عايشه منفرده. نعم. هي اذا هذه المساله فيها ما يكفي من البيان. بارك الله فيكم. ان شاء الله لنا وصلنا لنهايه الحلقه. اكيد ان بقى عندنا اسئله اخرى اللي متعلقه باحكام الاضحيه، ان شاء الله نديروها في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل ضمن هذا المحور المتعلق بفقه العبادات. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة تمارة. الشكر لكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.